فيما يخص التسجيل عن طريق الهاتف النقال دونك سوا بارابور الايوس ولا يعني الاندرويد، ما عليه غير يدخل نفس لو ليان اللي كنت ذكرته ونعاود نذكره اديال 3 انسكريبسيون 2024.dz. يجدر الذكر ان هذا لو ليان ديجا راه مبارطاجي في لا باج في الصفحه الرئيسيه تاع وكاله عدل ولا لا باج فيسبوك تاع وكاله عدل، دونك يقدر يدخل ليه يتيليشارجي ولا يحمل يعني الابليكاسيون سواء الاندرويد سواء الايوس يستاليها. دونك اون فوا كو يستالي لابليكاسيون راح يدخل يعني نفس يعني لي زانفورماسيون، دونك تبدا بالولايه فيما بعد ذلك لونين فيما بعد ذلك لو نيميرو سيكوريتي سوسيال. ويعني هنا كاين خاصيه في 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 طريقه التسجيل عن طريق الموبيل انه يقدر ديريكتومون يدير المسح يعني لو سكان ديريكتومون تاع البطاقه تاع بطاقه التعريف الوطني ولا نيميرو سيكوريتي سوسيال اللي نلقاوه في لا كارت شيفا. يعني هذه خاصيه درناها زياده باش نسهلوا على المواطنين يعني انه ينسكريو رابيدمون. طيب فيما بعد ذلك بعد المسح دونك يدخل رقم الهاتف والكابتشا ويدير يعني الفاليداسيون ويخرج له رقم الهاتف الفيكس اللي يتصل به مباشره. بعد الاتصال به تعاود تجيه الرساله الصوتيه اللي تاكد له التسجيل وتخرج له الاستماره مباشره.